حلقة جديدة من كشك الصحافة، أهلا بكم. أعلن الغد عرض عسكري في ملعب كرة قدم في أبيان. يمن مونيتور قاض في صنعاء يتحدث لموقع إخباري: أصبحنا نبيع ونشتري القسائم السلعية. بي بي سي: الشرطة العراقية تعذب سودانيا وتمنحه الجنسية مقابل موافقته على الاعتذار. القدس: دولة أفريقية تمنع مواطنيها من الجري في الشوارع. أهلا بكم. يتحدث موقع الموقع بوست عن ما أسماه فسحة اليمنيين، وقال الموقع: إن الناس يهربون إلى النكت من واقعهم المر، ويكثر استخدام النكتة السياسية باعتبارها أدبا ساخرا في المجتمعات التي تعاني من أزمات سياسية أو حروب أو صنوف القهر، حيث يلجأ إليها المجتمع باعتبارها وسيلة من وسائل التنفيس والتعبير عن حالة السخط ورفض الواقع والدعوة إلى ضرورة تغييره. في اليمن يلجأ المواطنون إلى التعبير بالأسلوب الساخر عن حالة سخطهم من الانقلابيين الذين تسببوا بإشعال الحرب وقاموا بسلب ونهب البلاد والعباد على حد سواء. يتابع الموقع: النكتة سريعة الانتشار والتأثير، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تحمل الرسائل عبر فضاء حر لا يمكن تقييده، وتعبر عن جمهور واسع من الناس لأنها تعبر عنهم وعن همومهم. قال موقع يمن مونيتور: إن الموظفين الحكوميين في القطاع العام والمختلط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لم يجدوا حلا لتوفير السيولة النقدية إلا عن طريق بيع بطائقهم السلعية بنصف القيمة التي تعد بمثابة مرتباتهم التي أقرتها حكومة الحرب صالح الحوثي للحصول على مبالغ ضئيلة من السيولة النقدية لمواجهة صعوبة العيش. ويورد الموقع ما حدث مع أحد القضاة العاملين في وزارة العدل، حيث قام بتقديم عرض لبيع قسائمه الشرائية في سبيل الحصول على السيولة النقدية كي يتمكن من تسديد أجرة التنقل. وقال القاضي للموقع: أعلن عن بيع قسائم الشرائية، ومن يشتري قسيمتين يحصل على قسيمة مني مجانا. علي المحيا مستشار في المجال الاقتصادي في إحدى الدوائر الحكومية قال ليمن مونيتور: إن عدد الموظفين الكبير أدى إلى نقص العرض في المواد الغذائية، وبدوره أدى لارتفاع الأسعار إلى مستويات لا يستطيع الموظف العادي تحملها. الحال أن الحرب يوما ما ستنتهي، ولذا ينبغي على كل من ساندوا الميليشيات ضد مجتمعاتهم المحلية أن يبادروا ويقوموا بالدعوة للمصالحة مع مجتمعاتهم وإذكاء مشاعر التسامح والاعتراف بالخطأ. هذه إحدى فقرات مقال كتبه فتحي أبو النصر في موقع المصدر أونلاين مضيفا في أجزائه: ينبغي على أي تسوية سياسية مقبلة عدم إغفال حقوق الضحايا في هذه الحرب، الحرب التي لا يوجد أقذر منها إلا ما يجري من تبرير أو تسويف صفيق لجرائم وانتهاكات جميع الأطراف، بمعنى أنه لا بد من لجنة تحقيق دولية مستقلة على مسافة من كل الأطراف تفند بمهنية وشفافية كل الشكاوي والاتهامات المتعلقة بجرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها ضد المدنيين. عدة أطراف هي الميليشيات الحوثية أو القوات الموالية لصالح أو المقاومة أو القوات الموالية لهادي أو التحالف العربي أو المقاومة الجنوبية والسلفية وغيرها من الكيانات المسلحة، على أن تكون لجنة لا تخضع للابتزاز السياسي أو لسماسرة حقوق الإنسان، لجنة ذات إجماع تحقق في كافة الانتهاكات والجرائم منذ بداية الحرب وحتى اللحظة دون تمييز أو انتقاء أو تجيير أو فهلوة. ثم إن هذا المسعى فقط هو ما سيكرس الحق الأصيل وطنياً وإنسانياً لصالح الضحايا كما لإقرار العدالة والإنصاف، وبالمحصلة كي لا تستمر الكارثة التاريخية المتمثلة في انفلات المجرمين من العقاب تكرر لعنتها. وبالتأكيد لن يستفيد المجتمع من دروس الاستبداد والعنف والحروب
ما لم يتم التصدي لكل الإعاقات التي يرفض أطرافها فتح هذا الملف وفق هذه الشروط وبالمعايير الدولية، وهو الملف المكتظ بآلاف الضحايا وأوجاع ذويهم التي لا تنتهي. حملت صحيفة أخبار اليوم الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن العديد من العناوين، منها عصابة مسلحة تسطو على محل ذهب في وضح النهار، وعنوان نائب مدير أمن عدن يدعو المقاومة الجنوبية إلى اجتماع طارئ قبل فوات الأوان، ومن العناوين عمان تمنح حيدر العطاس وبن عفرور و65 من أسرتيهما الجنسية، ومن محافظة الجوف مصادر تؤكد نجاح صفقة الأسرى بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي وصالح. في موقع المشاهد نت نذهب إلى واحدة من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، ويعنون الموقع مسلحون يقتلون حارس بنك في حجة وينهبون 60 مليون ريال. وقالت التفاصيل الواردة في الموقع إن مسلحين أقدموا على قتل أحد حراس بنك الإنشاء والتعمير في إحدى النقاط الأمنية بمحافظة حجة واستولوا على مبلغ 60 مليون ريال يمني. وقال مصدر خاص للمشاهد إن مسلحين حوثيين اعترضوا سيارة تابعة للبنك في نقطة اللوحة بمديرية بني قيس بمحافظة حجة أثناء توجهها إلى فرع البنك بمديرية عبس. وأضاف المصدر أن المسلحين الحوثيين حاولوا الاستيلاء على مبلغ 60 مليون ريال يمني تابع للبنك، وعندما رفض الحارس المرافق للسائق تسليمهم أطلقوا عليه النار وأردوه قتيلا. وأشار بأن أهالي القتيل الذي ينتمي إلى محافظة عمران حضروا إلى مدينة حجة مطالبين بتسليم القاتل للعدالة، واجتمعوا مع القيادي الحوثي أبو يحيى المطري والذي أمر باعتقالهم جميعا والزج بهم في سجن الأمن السياسي بحجة أنهم دواعش. الصحفي السوري نورس عزيز يكتب عن اليمن بعد أن عاش لأكثر من عامين مع اليمنيين، وإن لم يزر اليمن فقد تعرف إليها من خلال أهلها الذين اضطروا للبقاء بعيدا عن بلادهم. ويقول عزيز في جزء من مقاله المنشور في موقع هاف بوست عربي: أن يكون للإنسان أصدقاء فهو أمر رائع، ولكن أن يكون لك صديق من اليمن فأنت بكل تأكيد إنسان محظوظ. اليمني مزيج من التاريخ والحضارة، فتقاسيم وجهه تشكل ما بقي من آثار بلقيس وحمير وهمدان ومذحج وحضرموت وسيئون، وجبهته تشبه الجبال العالية بمنعرجاتها وخير مطرها. فمن عدن إلى صعدة ومن الحديدة إلى المهرة عالم مختلف تماماً بتركيبته السكانية الطيبة بغالبيتها. يسكن اليمنيون بعض المناطق الجبلية العالية، فمدينة صنعاء تقع على ارتفاع 2300 متر عن سطح البحر، وتتميز بجوها الجميل على مدار العام. وفي المقابل تعاني مدينة الحديدة الساحلية من الحر الشديد في فصل الصيف، فاليمن يتميز بتداخل سهله وجبله وبحره وصحرائه في مشهد مبدع اختاره الله أن يكون منبتا للعرب. كم أنا محظوظ شخصيا بأنني عملت معهم لفترة تزيد عن السنتين وتعمقت في تاريخهم وجغرافيتهم وطريقة عيشهم، فقابلت أصدقاء من شتى المحافظات اليمنية. الغناء اليمني تشعر به كأنه من الماورائيات، فعندما تستمع إلى أبو بكر سالم وأغاني وألحان أيوب طارش تعلم جيدا عن ماذا أتحدث. فلصوت العود إكسير خاص مستخلص من رسوخ الجبال وتراصف موج البحر، أشعار البردوني وكلماته تحضر كوجبة رئيسية على موائد الاستماع لدى اليمنيين، وكذلك الكثير ممن تعرفت عليهم ينظمون الشعر وببراعة. لن تشعر بالجوع حين تكون مع اليمنيين، فرائحة المندي والمضب والفحس والسلت وبنت الصحن والعصيد كفيلة بإشباعك. الروتي والطاوة مصطلحات تدل على نوع الخبز ومذاقهم لا يوصف. رمان صعدة ومانجو حجة وعنب صنعاء وموز الحديدة ونخيل حضرموت والكثير من الفواكه والثمار تشكل لوحة من جنة اليمن. ولا أنسى جزيرة سقطرى التي تعتبر من النوادر في العالم، وتقع في المحيط الهندي وتتميز بمعالم وطيور وأشجار تكاد تكون الوحيدة على الكرة الأرضية.
إن كنت تمتلك صديقا من اليمن ستعرف ماذا تعني اللمة والأهل والمحبة والمساندة والطيبة والشهامة. هم اليمنيون يا سادة، فرافقوهم. إذا بالانتقال إلى موقع عدن العاصمة نطالع في أخباره الرئيسية. صورة للمجلس التشريعي تحصد المركز الأول بمسابقة أفضل صورة فوتوغرافية لمدينة عدن، حيث حصد المصور الشاب محمد سامي عن صورة للمجلس التشريعي في مديرية كريتر المركز الأول في مسابقة أفضل صورة فوتوغرافية لمدينة عدن، والتي نظمتها مؤسسة البيئة والقانون التنموية. وأعلنت المؤسسة عن نتائج المسابقة في فعالية بمقرها في مديرية المعلى. واحتل المركز الثاني عبد الله بن طالب عن صورة قوارب الصيد على ساحل فقم، بينما تشارك المركز الثالث نسمة خان بصورة لغروب الشمس من نفق القلوعة، وعبد الرحمن بن بريك بصورة لطاحونة هوائية في منطقة المملاح. في أخبار عدن الغد التي تغطي أحداث المناطق المحررة وتركز على عدن ولحج وأبين، عنوان الموقع: عرض عسكري في ملعب رياضي. ويقول الموقع: شهد ملعب خليج 20 بمحافظة أبين عرضا عسكريا مهيبا نظمته القيادة العامة لمحور أبين العسكري، وبحضور رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء ناصر بارويس وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن. قائد المنطقة العسكرية الرابعة برفقة قائد محور أبين ومحافظ المحافظة وعدد من القيادات المحلية العسكرية والأمنية زاروا عقب العرض العسكري عددا من الوحدات العسكرية بمحور أبين، منها معسكر مكافحة الإرهاب، وتفقدوا من خلالها الجاهزية القتالية الكاملة، واطلعوا عن قرب على وضع منتسبي التشكيلات العسكرية. يذكر أن ملعب خليجي 20 كان مغلقا لمدة طويلة، واستخدم في مرات مختلفة كمقر لعمليات حربية ضد الأهالي من قبل ميليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الأسباب التي ترهق اليمنيين كثيرة إلى جانب الحرب التي تدور في البلاد منذ أكثر من عامين. تأتي الكوليرا ونقص المياه والفقر وغيرها كما تقول العرب الجديد، وتضاف إلى كل ذلك الأطعمة غير الخاضعة للرقابة والتي تؤدي إلى حالات تسمم، إلى حالات تسمم كثيرة في المطاعم في صنعاء، لكن قليلة هي التي تلتزم بالمواصفات والمعايير الصحية المفروضة، وهذا ما يسلم به يمنيون كثيرون يرتادون مطاعم المدينة. محمد اليمني من هؤلاء، وهو موظف في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، أصيب مرات عدة بتسمم غذائي جراء تناوله مأكولات ملوثة خارج منزله. واليمني بحسب ما يخبر العرب الجديد يضطر إلى تناول وجبات مختلفة في المطاعم القريبة من مقر عمله، على الرغم من أنه يدرك الأضرار التي قد تنجم عن ذلك. الناشط في مجال حماية المستهلك عمر اليوسفي ورفاقه في الجمعية اليمنية لحماية المستهلك يحاولون التعريف بأضرار تناول الوجبات السريعة التي تطهى في أماكن مفتوحة من أجل التوعية حول ضرورة نظافة أماكن إعداد المأكولات وتحضيرها في ظروف صحية تحافظ على سلامة المستهلكين. 20 إذاعة FM يمنية في عاصمة بلا صحف، عنوان لصحيفة القدس العربي، حيث تشهد مدينة صنعاء تزايدا في عدد إذاعات FM والتي في غالبها إذاعات منوعات وقلة منها سياسية تتبنى موقف سلطة الأمر الواقع. وحسب تصريحات غير رسمية للقدس العربي فإن عددها بات يقارب الرقم 20، كما أن هذا الرقم في تصاعد في ظل كلفة الإنشاء المالية اليسيرة والعائدات الإعلانية المتاحة، لا سيما في ظل عدم التزام غالبها موقف طرف من أطراف الحرب واقتصار عملها على المنوعات، وهو ما جعل منها نافذة مناسبة للمعلنين مع توقف معظم الصحف والمجلات وتوزع الفضائيات اليمنية بين أطراف الحرب. هذا النوع من الإذاعات غير الحكومية بدأ حضوره منذ أحداث ثورة الشباب عام 2011، وكانت البداية من يمن FM لمؤسسها يحيى محمد عبد الله صالح، والذي اعتمد حينها على كوادر لبنانية لإدارتها وتشغيلها، وما يزال بعضهم
يعمل فيها حتى اليوم، وتلاها عدد من الإذاعات وخصوصا بعد إزاحة صالح من السلطة. عقب تلك البداية إذاعة يمن تايمز، ومن ثم جاءت إذاعات أخرى كإذاعة صوت اليمن وغيرها، ورغم أن بث هذه الإذاعات لا يتجاوز في الغالب صنعاء وريفها، إلا أنها تمثل نافذة إعلانية مناسبة في ظل ما باتت تمثله صنعاء كسوق كبير مع تزايد عدد السكان جراء النزوح إليها من مناطق النزاع. السباحة في الاضطراب الكبير، تحت هذا العنوان كتب غسان شربان مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط، وقال شربان: التدهور الجديد في العلاقات الأمريكية الروسية ليس خبراً ساراً لدول الشرق الأوسط الذي يعيش مخاضاً دموياً أشد هولاً من المخاض السياسي الدولي. قبل التدهور الجديد زاد الاعتقاد أن الأزمة السورية قد تتيح ترسيخ تعاون روسي أمريكي في مجال مكافحة الإرهاب وكذلك في احتواء النار السورية. وأرسلت واشنطن في الآونة الأخيرة أكثر من رسالة تفيد بأنها لم تعد مهتمة برحيل الرئيس بشار الأسد على الأقل في الوقت الحاضر، وأنها لن تتردد في القبول بسوريا روسية إذا كانت تضمن استبعاد قيام سوريا إيرانية. بعد التدهور الجديد في العلاقات بين موسكو وواشنطن، من حق دول الشرق الأوسط التساؤل عن انعكاساته في المنطقة، انعكاساته على الأزمة السورية. وثمة من يعتقد أن ذهاب هذا التوتر بعيداً قد يدفع موسكو إلى تعزيز علاقتها مع طهران، ويضاعف صعوبة لجم التجارب الصاروخية الجديدة التي تقوم بها إيران، فضلاً عن استمرارها في سياسة الاختراقات في المنطقة. يمكن لهذا التدهور أن يسبب تعقيدات إضافية في أماكن أخرى، خصوصاً إذا تحولت الأزمة الحالية في فنزويلا إلى فوضى دامية. وهناك من يرى أن روسيا التي تلحق العقوبات أضراراً باقتصادها الذي تأثر أصلاً بهبوط أسعار النفط، قد لا تتردد في إعادة تحريك الجرح الأوكراني لتعزيز المخاوف الأوروبية من سياسة العقوبات الأمريكية. مخاض صعب في العلاقات داخل نادي الكبار، ومخاض دموي قاتل في الشرق الأوسط. لا النظام الدولي الجديد في متناول اليد، ولا النظام الإقليمي الجديد يستعد للولادة، وهكذا يتعين على دول الشرق الأوسط أن تسبح في أزماته القديمة والمستجدة، وأن تسبح في الوقت نفسه في الاضطراب الدولي الكبير. في أخبار صحيفة الخليج المنوعة ورد العنوان التالي: منع الهرولة في شوارع سيراليون. وقالت الصحيفة إن سلطات سيراليون قررت منع الهرولة في شوارع البلاد لأن ممارسي هذه الرياضة يشكلون مصدر إزعاج من عرقلة حركة السير وكيل الشتائم وإلحاق أضرار بالسيارات. وأوضح الناطق باسم الشرطة مايكل كيلي دومبويا أن القوى الأمنية تسجل في عطلة نهاية الأسبوع خصوصا ارتفاعا متزايدا في عمليات التعرض للممتلكات الخاصة، فضلا عن الموسيقى الصاخبة الصادرة عن المهرولين في هذا البلد الصغير الواقع في غرب أفريقيا. ومنذ 27 من يوليو باتت ممارسة الهرولة في الشارع ممنوعة، كما أكدت الشرطة التي تريد ضمان سلامة المواطنين. ورأى محمد كمارا الموظف في فري تاون أن الإجراء صارم جدا، نحن نركض حتى الشاطئ أو نلعب كرة القدم ومن ثم نعود إلى ديارنا بهدوء. الهرولة وكرة القدم سمحت بإخراج الكثير من الشباب من دوامة العنف، إلا أن أسبابا أخرى قد تكون وراء القرار. فبعض السياسيين الطامحين إلى الرئاسة نظموا في فري تاون وماكين فعاليات هرولة ارتدى خلالها أنصارهم قمصانا قطنية تحمل ألوان أحزابهم السياسية. العراقيون عذبوا مواطنا سودانيا ثم منحوه الجنسية ليقبل اعتذارهم. وقالت البي بي سي إن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي اعتذر لمواطن سوداني تعرض للتعذيب على أيدي عناصر الشرطة في الموصل، وقرر منحه الجنسية العراقية بحسب موقع الوزارة على الإنترنت. وكان مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه موسى بشير وهو يتعرض لتعذيب شديد على يد رجال الشرطة الاتحادية في المدينة القديمة، وقالوا إنهم اعتقدوا أنه من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. قال وهاب الطائي المستشار الإعلامي لوزير الداخلية
إن بشير أمضى في العراق أكثر من 25 عاما، وأفاد الموقع بأنه تم حبس من ظهروا في المقطع المصور الذي تبين أنهم منتسبون في الشرطة الاتحادية، وبتصرفات شخصية منهم قاموا بالاعتداء والضرب عليه. صحيفة البيان وفي أحد أخبارها الأكثر قراءة قالت بأن متسولة عراقية توفيت في مدينة قديمة وسط البلاد، تاركة وراءها ملايين الدنانير العراقية وكميات كبيرة من العملات الأجنبية والعربية يبدو أنها حصلت عليها من الزائرين الذين يتوافدون لزيارة المراقد الدينية. وكشفت مديرية شرطة محافظة النجف في بيان أنها عثرت على متسولة متوفاة وبحوزتها ملايين الأموال والعملات الأجنبية والمصوغات الذهبية. قائد شرطة محافظة النجف العميد الحقوقي ماجد حاكم كاظم أشرف على حالة الوفاة بعد ورود بلاغ بوجود امرأة كبيرة في السن متوفاة في منطقة المشراق داخل المدينة القديمة في المحافظة، والتي ضبطت بحوزتها أموال تقدر بالملايين وعملات مختلفة. وخلال تفتيش منزل المتسولة عثرت الشرطة على كنز من العملات والحلي ملفوفة بأكياس من النايلون. جولة حول العالم نقدمها لكم عبر مجموعة صور نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.